السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقة جديدة، نتكلم فيه بالتأكيد على الوضع والأحداث اللي دايرة في الشارع المصري. زي ما تعودنا بنبدأ فيديوهاتنا بالصلاة على الحبيب، اللهم صل وزيد وبارك على سيدنا وشفانا وحبيبنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جايب لك أخبار نارية يا صديقي. الأهلاوي بنسبة 80% أنتوني موديست، اللاعب الفرنسي المتميز جدا، لاعب بروسيا دورتموند ونادي كولين السابق، على اعتاب النادي الاهلي، وبنسبه كبيره قوي هو المهاجم اللي هيجي النادي الاهلي. وهحلل لك وضع مودست لمارسيل كولر متمسك بيه، وهقول لك رايي كمان الموقع المتميز العالمي ترانسفير ماركت اللي هو المرجع للعالم كله بالنسبه للصفقات، ونسبه النادي الاهلي كام في الميه من التعاقد مع اللاعب المميز الفرنسي مودست. عايز اتكلم كمان عوده احمد حجازي الى النادي الاهلي قربت جدا يا جماعه. لاعب دلوقتي بيتفاوض مع نادي اتحاد جدة عشان يخلص القصة كلها ويفسخ عقد اللاعب. اللاعب ماضي 3 سنوات، يعني اللاعب يتقاضى، يعني الناس عرض عليه ياخد موسم، وقال 3 مواسم ياخدهم كاملين عشان يسيب النادي. ممكن القصة تنتهي ياخد 2 سنين. حجازي لعيب كبير ولعيب مميز، وبالتبعية هيجي النادي الاهلي في يناير. ده بالنسبة لحجازي. بالنسبة لمنتخب مصر النهاردة اداء باهت، اداء ضعيف، اداء مميت من وجهة نظري. ما شفناش حد النهارده مميز، ما فيش روح، ما فيش، شفناش غير مصطفى فتحي النهارده، اما مصطفى محمد الى حد ما شفنا بصراحه اداء سيء جدا بلعب فريق ضعيف زي اثيوبيا، اداء باهت جدا. موعد كمان وصول محمد صلاح خلاص غدا كمان بالنسبه لرباعي النادي الاهلي، خلاص هيرجع للنادي الاهلي ان شاء الله بكره عشان يلتحق بمعسكر النادي الاهلي، اللي خلاص النادي الاهلي ان شاء الله عنده مباراه صعبه جدا مع طبعا نادي اتحاد العاصمه. وكمان الشركه السعوديه شركه التذاكر خلاص طرحت التذاكر المباراه، اتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. عايز اتكلم كمان بالنسبه لمارسيل كولر، بنسبه كبيره بيدرس طبعا البدء بامام عاشور. يا جماعه مش على الدكه كمان، البدء بامام عاشور، كل التوفيق للنادي الاهلي. تعالى بقى نخش على التفاصيل. ليه انتوني مودست؟ ما تيجي اقول لك خلفيه اللاعب ده ومين. اولا مودست ده كلاعب تارجت مان او لعيب راس حربه بلغه الكره القديمه، ولعيب كلاسيكي، لعيب متميز، لعيب كبير، ومن اهم مميزاته ان لعيب هيدر، لعيب بيلعب بدماغه بشكل متميز جدا. تعالى كده ارجعك لورا شويه، هو ليه مارسيل كولر كان متمسك بجوستافو دي سوزا؟ لان لعيب نص جوانه على مدار مسيرته كلها بدماغه، فهو لعيب محتاج لعيب البروفايل ده، طوله 188 سم، لعيب طويل قوي جدا 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 جسمانيا في الالتحامات كلها، اخدها بالنسبه للالتحامات الثنائيه، لعيب كبير. بالنسبه لي ان هو لعيب فينشر برجله، هو لعيب متوسط، اما بدماغه فلافيو بنسبه 1000000%، بيفكرك بفلافيو، لعيب كبير ولعيب قوي، ويمتاز عن فلافيو ان هو طويل القامه 188، ده لعيب طويل، لعيب مميز، لعيب قوي جدا جسمانيا. واحد تاني يقول لي ده 35 سنه، ايه المشكلة ان 35 سنة يا جماعة؟ الكرة بالعطاء. في لعيبة زي جاريس بيل بطل 31 سنة، كريستيانو دخل على 39 ولسه بيلعب. ملاش أي علاقة يا جماعة، السن ده إلا مجرد رقم، عطاء اللاعب في الملعب. عايز أذكرك كمان إن في موسم 21 22 مودست كان بينافس ليفا، وكان بينافس كمان هالاند، كان جايب 23 جول وصنع 4 أهداف. لما نادي بروسيا دورتموند اتعاقد طبعا مع هالر اللاعب، او هالر اللاعب المميز جدا الافواري من نادي ايكس، وجاله السرطان، جابوا اللاعب المميز جدا من نادي كولين اللي هو مودست. مودست طبعا فضل يلعب اساسي لغايه لما رجع هالر وقعد على دكه البدلاء، وخلاص دلوقتي بقى لاعب حر. في ترانسفير ماركت في 3 انديه، الموقع العالمي صرح ان في 3 انديه بيفاوضوه، الاهلي المصري بنسبه 63%، ونادي شتوتجارد بنسبه 43%، وكمان نادي متميز جدا زي نادي فولفسبورج بنسبه 23%. فاللي انا عايز اقوله ان النادي الاهلي الاقرب، اللاعب من الاخر ادى فرصه لنفسه، ان ادى قال للنادي الاهلي او مسؤول النادي الاهلي يا جماعه انا هرد عليكم اخر يوم الاحد. طب اللاعب ياخد كام؟ 1,500,000 دولار في الموسم الاول، في الموسم الثاني 1,600,000 دولار. النادي الاهلي محتاجه جدا جدا جدا، لعيب كويس ولعيب متميز جدا جدا. طب مين البديل؟ فاكرين من 3 شهور قلنا في لعيب عنده 27 سنه، لعيب غاني، لعيب كبير بيلعب في الدوري البرتغالي زي نادي ريو افي، لعيب كبير جدا اسمه بواتينج. بواتينج طوله 180 سم، لعيب حريف عنده 27 سنه، النادي الاهلي شبه متفق معاه على 4 سنوات، نادي ريو افي ياخد 1,500,000 دولار، واللاعب ياخد في الموسم 1,000,000 دولار.
انا واحد من الناس ارجح مودست. ليه؟ لان لعيب خبرات، لعيب مميز، داخل على النادي الاهلي على 7 8 بطولات، منهم السوبر ليج وكمان بطوله كاس العالم للانديه، دوري ابطال افريقيا، السوبر الافريقي، السوبر المصري، السوبر المصري للابطال، داخل على اكتر من يعني اكتر من بطوله مهمه جدا، داخل على كاس مصر، داخل على بطولات كتير قوي النادي الاهلي الموسم اللي هيبدا ده. اتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. فمودست يا جماعه البروفايل ده محتاجه جدا النادي الاهلي، خاصه مارسيل كولر متمسك جدا 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 بامكانيات اللاعب، فانا شايف لعيب كبير ولعيب متميز جدا، ولو جه النادي الاهلي هيعمل فارق كبير، خاصه مع تميز محمد هاني بالكرات العرضيه، وكمان علولو او علي معلول افضل ظهير ايسر في افريقيا. بالنسبه لعلي معلول خلاص يا جماعه قصه علي معلول انتهت تماما، خلاص حصل اتفاق ما بين المنسق العام في النادي الاهلي وكمان المنسق العام في دوله تونس او في المنتخب التونسي بالاحرى، وخلاص اللاعب هيرجع النادي الاهلي يوم 11 بعد، او عفوا يوم 12 بعد مباراه بتسوانا. اتمنى له التوفيق، لعيب كبير علوله ولعيب متميز جدا، وخلاص هيرجع النادي الاهلي في موعد الى حد ما مقبول. اللاعب هيعمل ريكفري وهيلعب، هيكون جاهز ان يلعب في النادي الاهلي، عنده خبرات مميزه جدا معلول، لعيب كبير ولعيب متميز. وبالنسبه يا جماعه المعلول هو مدد عقده موسم اضافي من انتهاء موسم 24 لانتهاء موسم 25، والراتب بتاعه زاد 100000 دولار من 1,400,000 دولار لمليون و500,000 دولار. بالنسبه لبريسي تاو لعب مع منتخب جنوب افريقيا 75 دقيقه كلاعب اساسي، لعيب كبير ولعيب متميز جدا، الناس بتعتمد عليه بشكل مميز جدا جدا جدا، برضه هيرجع للنادي الاهلي يوم 11 سبتمبر، لعيب مميز جدا. والنادي الاهلي برضه مدد عقده مع انتهاء 24 لانتهاء 25، والنادي الاهلي مدد عقد محمود متولي من انتهاء 24 لانتهاء 27 او انتهاء عفوا 26. اتمنى له التوفيق، لعيب مميز ولعيب كبير وانجح لعيب في مصر في طريقه البيلد اب او في طريقه بناء الهجمه، لعيب متميز جدا جدا، نتمنى التوفيق للكبير المميز طبعا بالتاكيد محمود المتولد. على بقى نخش على نادي الزمالك، هاني العتال بيخش وبيفجر حاجه كبيره النهارده، بيخش على مقعد نائب الرئيس كمان، يعني عمر هاني زاده دخل على عضو تحت السن، كمان كابتن ايمن يونس دخل كنائب للرئيس، بصراحه يعني في ملحمه في نادي الزمالك، اتمنى التوفيق، يا ربنا يولي من يصلح اي حد هيجي النادي الزمالك، اتمنى له التوفيق. بالنسبه لمستشار مرتضى منصور، اشاعه بتقول ان خلاص بقى في حكم تنفيذي على المستشار مرتضى منصور 6 شهور، وفي ناس بيقول ان الاستاذه اللمياء اللي كانت تبع جهاز المحاسبات او الجهاز الرقابي للمحاسبات اتنازلت عن القضيه، وان مرتضى منصور ممكن يترشح، مش عارفين القصه ماشيه ازاي. نتمنى التوفيق ان شاء الله نادي الزمالك. بالنسبه لغرامه لشبونه، في ناس كتيره متدخله عشان تدفع غرامه لشبونه، والنادي الزمالك يقدر يتعاقد مع اكتر من لاعب والقيد يفتح. كمان عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا 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 بالنسبه لنادي الزمالك يا جماعه، اي حد هيجي انا بشفق عليه، لان جاي على مديونات كبيره، جاي على مسؤوليات كبيره، جاي على يعني موسم صعب جدا 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 بدون تعاقدات، بدون لعيبه كتير النادي الزمالك محتاجها، محتاج حارس مرمى، محتاج لعيب سيرد باك مميز، محتاج لعيب في نص الملعب زي محمود حماده لعيب متميز جدا جدا جدا، محتاج 2 اجنحه، محتاج مهاجم، محتاج لعيبه كتير قوي، محتاج اكتر من 7 8 لعيبه. كل التوفيق لنادي الزمالك واحلى مسا على الزمالك.